وفي ظل تلك التطورات تسعى موسكو إلى لملمة الأوراق الفلسطينية. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضمها. وفي سياق متصل أشار المالكي أيضا إلى أنه لا يتوقع حدوث معجزات في هذه المحادثات التي ستجرى في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة. ننتظر لرؤية ما سينبثق عن اجتماع موسكو. بالطبع لا نتوقع حدوث معجزات في مجرد اجتماع بسيط في موسكو، لكنني أعتقد أن هذا اللقاء ستتبعه اجتماعات أخرى في المنطقة قريبا من أجل مواصلة الجهود المشتركة بين مختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الفلسطينية. يجب أن نكون قادرين على مواجهة التحديات معا كشعب فلسطيني. السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل أكد لسكاي نيوز عربية أن دعوة روسيا استجابت لها كافة الفصائل الفلسطينية. أضاف أن الجولة هي ليست من أجل إرساء المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي فحسب، وإنما هي لبحث الملفات ذات الأولوية للقضية الفلسطينية. إذن للمزيد من النقاش والتحليل حول كل ذلك أرحب بضيفي من رام الله الكاتب الصحفي السيد خليل شاهين. سيد شاهين أهلا بك معنا في التاسعة على سكاي نيوز عربية. وبرأيك ما فرص نجاح الوساطة الروسية في إطلاق مسار حتى لحوار فلسطيني فلسطيني قبل أن نتحدث عن حل القضية برمتها أو حتى إتمام المصالحة؟ هل يمكن أن تنجح موسكو في وضع هذا الإطار الجامع؟ يعني بدون أدنى شك أن عقد الاجتماع بحياته يعتبر خطوة إيجابية. هذا أول اجتماع فلسطيني بهذا المستوى وبهذا العدد من الفصائل مع اقتراب انتهاء الشهر الخامس للحرب المستمرة في قطاع غزة، ولذلك هناك حاجة للقاء وللحوار. ولكن إذا ما يعني أخذنا بعين الاعتبار حجم الخلافات ما بين الفصائل، فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى أكثر من عقد مجرد لقاء يعني في موسكو، رغم أن موسكو تحاول أن تهيئ الأجواء من أجل إنجاح هذا الحوار، وهي خصصت مكان بعيد عن موسكو لكي يبقوا فيه يعني خلال لمدة يومين قابلين للتمديد ليوم آخر إذا ما جرى يعني تحقيق تقدم. ولكن أعتقد أن المقدمات لا تشير إلى إمكانية يعني تحقيق يعني تقدم كبير في هذه المرحلة. خطوة الرئيس باقية بتشكيل حكومة تكنوقراط وبدء المشاورات غير الرسمية من أجل تشكيل هذه الحكومة قبل اللقاء تعني وكأن هناك محاولة لفرض أمر واقع على الفصائل يعني الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يلقي يعني توترا يعني على العلاقات. يعني بالضبط الآن يعني حتى تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني ليست متفائلة بأنه قد تحدث معجزات ما في روسيا، ما أكده لنا حتى قبل قرابة الساعة السفير الفلسطيني بروسيا. بالتالي لماذا إذن هذه المباحثات إن كانت لن تناقش مسألة المصالحة الفلسطينية ولا يبدو أن هنالك تقاربات ستحدث؟ يعني حتى حكومة التكنوقراط ما هي المرجعية السياسية لها؟ من ستكون الحاضنة السياسية لهذه الحكومة المنتظرة؟ يعني بالضبط النقطة الأخيرة هي الأهم، ما هي المرجعية السياسية؟ كيف يمكن لحكومة من التكنوقراط يعني بغض النظر عن قدراتهم وخبراتهم أن تقلع بدون أن يكون هناك دعم من قبل الفصائل الفلسطينية؟ أغلب الفصائل قادرة على تعطيل عمل هذه الحكومة إن أرادت. ثانيا كيف ستعمل هذه الحكومة يعني في قطاع غزة بدون توافق مع حركة حماس؟ فحماس سوف تبقى في قطاع غزة على الأقل كحركة سياسية، وهي التي كانت تدير الأجهزة الحكومية وهي لديها الخبرات في الجهاز الحكومي. هنا لا نتحدث عن الجهاز العسكري، نتحدث عن جهاز يقدم الخدمات سواء على مستوى الهيئات الحكومية أو حتى على مستوى البلديات. هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق على دور حكومة التكنوقراط، ولكن بدون اتفاق على البرنامج السياسي كيف للحكومة أن تعمل؟ إذا لم يجري الاتفاق على بين الفلسطينيين إذا كانوا يريدون أن يحاربوا أو يريدون أن يفاوضوا كيف للحكومة أن تعمل؟ المقاربة التي يعتمدها الرئيس المكلف بشكل غير رسمي حتى الآن هو أنه يعتقد بأن هناك إمكانية للفصل ما بين الجانب السياسي والجانب الخدماتي الذي يجب أن تركز عليه. وفق أي يعني صيغة؟ ما هي الصيغة أو آلية العمل التي يمكن أن تكون دون إتمام النقاشات المتعلقة بالمصالحة أو المتعلقة بكيفية التعامل مع هذه الحكومة المنتظرة؟
هل توجد صيغة بالأساس لا تفرض النقاش السياسي بين الفصائل المجتمعة؟ لا، هو مع الأسف أن يعني لم يجد الاتفاق أصلا على جدول الأعمال. هناك كان اقتراح بجدول أعمال يعني قدم من قبل السلطة بشكل خاص من قبل يبدو الرئيس إلى موسكو، وهو اعتبر في بعض جوانبه مستفزا لعدد من الفصائل وليس فقط لحركة حماس، ولذلك جرى الاتفاق مع أن يبقى الاجتماع مفتوح، واجتماع مفتوح كل أمين عام يريد أن يلقي فيه كلمة، هذا أقرب يعني ورشة عصف ذهني وليس لحوار يعني ما بين يعني قادة فصائل فلسطينية، لذلك لا يمكن الرهان على يعني اختراق كبير. لكن مع ذلك أنا لا أستبعد أن يحدث هناك تقدم رغم كل ذلك لأسباب عديدة. أولا لأن الرئيس يحتاج إلى دعم من الفصائل لخطوته المتعلقة بتشكيل الحكومة يعني التكنوقراط، لأنه يدرك تماما بأن المطروح على الطاولة هو رأسه وليس فقط يعني السلطة الفلسطينية. هناك يعني محاولات لسحب صلاحياته وتحويله إلى مجرد يعني رئيس شكلي أو رئيس فخري، ولذلك يريد تأكيد يعني صلاحياته. ثانيا هو يضع عينه على اجتماع مزمع عقده لم يبدو مرة أخرى في الرياض لعدة وزراء عدة دول يعني عربية على شكل الاجتماع الذي حدث قبل 10 أيام، وهو يريد الدعم من هذه الدول العربية الوازنة، أعني بذلك السعودية وقطر والإمارات إضافة إلى مصر والأردن، وهو يريد بعد ذلك التحرك على المستوى الدولي على الأقل يحظى بدعم من الدول من الاتحاد الأوروبي إضافة بطبيعة الحال إلى دعم الصين وروسيا. وبهذا المعنى هو يعتقد أنه يستطيع أن يقطع الطريق على أي محاولات للبحث باليوم التالي للحرب في غزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية. حماس في المقابل هي تواجه أزمة وأزمة كبيرة، فهي تتعرض لهجوم ساحق في قطاع غزة وتتعرض لخسائر يعني كبيرة، وتدرك تماما بأن معالجة الملفات التي سوف تترتب على هذا العدوان على قطاع غزة مثل الكارثة الإنسانية وكذلك موضوع إعادة الإعمار يحتاج إلى حكومة تستطيع أن تخاطب العالم ويستطيع أن يدعمها العالم، وبالتالي هي قد تؤيد تشكيل يعني حكومة التكنوقراط وتترك هذا الأمر يعني. هل تعتقد أن حركة حماس وأعطت المقاطعة سيد شاهين يمكن أن تقبل بحكومة مهام حكومة تكنوقراط لا يكون لحماس أي علاقة سياسية بها وأن تنتظر أي عملية انتخابية قادمة من باب فقط إطفاء الحريق وإغاثة أهالي غزة؟ هل هذا وارد بالنسبة للحسابات لحركة حماس؟ نعم يعني نعم، أنا حسب يعني أنا مصادر لدي مؤكدة، نعم حماس يمكن أن يعني تمرر، ليس بالضرورة أن تقول لا ولا أن تقول نعم بمعنى، ولكن أن تغض الطرف عن تشكيل هذه الحكومة. ولكن القضية الأساسية بالنسبة لحركة حماس هو عدم إقصائها من المشهد السياسي، ولذلك هي سوف تصر على أن تكون موجودة في آلية صنع القرار، أي بالمرجعية التي ذكرتيها أنت قبل قليل، هي مرجعية عليا، قيادة طوارئ وطنية، قيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. إذا تحقق هذا الأمر أعتقد أن سيناريو إقلاع حكومة التكنوقراط التي سيشكلها الرئيس يمكن أن يمرر، ولكن تبقى هناك مشكلة أساسية وهي البرنامج السياسي، إذ أنه كل ذلك يعني بدون برنامج سياسي اتفاق ما الذي يريده الفلسطينيون، أعتقد أنه سوف يضفي يعني ظلالا من الشك على قدرة الحكومة على العمل في ظل خلافات سياسية عميقة، رغم أن الدكتور محمد مصطفى على ما يبدو يعتقد بأن الشأن السياسي يجب أن يبقى للفصائل التي يفترض أن تدعم دوره في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني في القضية وقطاع غزة. يبقى الموقف الإسرائيلي هام للغاية في كل نقاشات اليوم التالي دكتور شاهين، بالتالي هل يتوقع أن تقبل إسرائيل بأي دور لقيادات حماس في اتخاذ القرار لهذه الحكومة؟ هي بالأساس تقول نرغب بقطاع بلا حماس، وحتى السلطة يجب أن تكون سلطة متجددة، وهو ما قيل إنها جهات بدأت حتى بعملية استقالة حكومة شتية، ولكن هل أي سيناريو قادم تتواجد فيه حماس سيكون مقبولا بالضرورة بالنسبة لإسرائيل؟ لا، هي لا تقبل حتى عباس يعني نتنياهو قال ذلك يعني علنا، لن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية، ويقصد بذلك سلطة الرئيس محمود عباس يعني في قطاع غزة. إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية واحدة حتى ولو كانت سلطة عميلة، بمعنى أنها لا تريد سلطة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يصبح لديها تطلعات يوما ما بأن تتحول من سلطة حكم ذاتي إلى دولة مستقلة. لذلك إسرائيل تقطع الطريق على هذا الأمر، هي تتحدث عن إدارة انتقالية تحت سيطرة حكم عسكري إسرائيلي. مع الأسف أيضا
الموقف الأمريكي وبعض المواقف الدولية تتحدث أيضا عن فترة انتقالية في قطاع غزة، والفترة الانتقالية كما ذكرت أنت تتطلب بناء سلطة متجددة، وأي حين بناء هذه السلطة المتجددة يمكن أن تبسط يعني صلاحياتها أيضا على قطاع غزة، وهو أمر يشي بأن هناك إمكانية لتمرير الموقف الإسرائيلي الذي يقول بأن إسرائيل سوف متواجدة بشكل أو بآخر بأجزاء من قطاع غزة خلال يعني فترة انتقالية. إسرائيل تعتقد أنها قد تمتد من 2 إلى 4 سنوات، في حين أن الولايات المتحدة على ما يبدو تريدها أن تنحصر في عدة أشهر. بالتالي العقد كثيرة والمواقف متباعدة للغاية. سيد شاهين، هل يوجد الآن في هذه المرحلة على الأقل أي طرف قادر على الوصول إلى صيغة توافقية ما بين السقوف العالية لنتنياهو والسقوف العالية جدا أيضا بالنسبة لحماس؟ يعني عند بداية هذه العمليات اعتقد الجميع أن الوساطات الإقليمية أو حتى روسيا قادرة على أن تفرض شيئا ما ينهي ما يحدث داخل قطاع غزة، ويبدو الآن أنه لا يوجد طرف. فيما يتعلق بالشق الخاص بمباحثات التهدئة و المؤقتة وتبادل الأسرى، أعتقد أن هناك اتفاق تم حتى يوم الأمس على مبادئ لا ما قصدته نقاشات اليوم التالي الآن مع تباعد المواقف والرؤى حتى ما بين ما يرغب به نتنياهو وحكومته اليمينية وما بين ما يعمل عليه الوسطاء أو حتى ما تطمح له حماس. نعم، الفجوات كبيرة جدا، المخطط الإسرائيلي مختلف تماما، إسرائيل تريد أن تبقي سيطرتها على قطاع غزة. ما الخطة أو ما سمي مبادئ يعني لليوم التالي قدمها نتنياهو الى الكابينت تتحدث عن عوده العسكري الى قطاع غزه وعن تشكيل اداره يعني فلسطينيه ذاتيه، ادارات محليه يعني عائلات وما شابه، شيء يذكرنا بما كان موجودا ما قبل قيام السلطه الفلسطينيه، حكم عسكري كان قائما بالضفه الغربيه وقطاع غزه، اداره مدنيه تشكل ذراع للجيش الاحتلال الاسرائيلي كانت تدير شؤون السكان يعني الفلسطينيين في القطاعات المختلفه. يبدو ان هذه الصيغه هي التي سيتم محاوله فرضها في قطاع غزة، هذا ما تريده إسرائيل. أما هل ينجح أم لا قضية أخرى، لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن ينجح ولا أن يحظى يعني بدعم دولي بما في ذلك دعم من الولايات المتحدة. الخشية هي في الضفة الغربية أيضا، أن إسرائيل تريد أن تعيد تشكيل الواقع القائم كما تقول. الواقع القائم يشمل إعادة تشكيل حتى السلطة القائمة في الضفة الغربية لتصبح يعني شبيهة ببلدية كبرى. السيد خليل شاهين الكاتب الصحفي كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من إيضاحات معنا في الترسيعة.